الكلمتين انا قلتهم امبارح الحقيقه. ودايما لما باجي انا اتكلم مع حضراتكم بنتكلم لو في حاجه خاصه بالنادي الاهلي بقول ان في بيان طلع من النادي الاهلي او في حاجه اتعملت بشكل رسمي، فبقول ان هي اتعملت بشكل رسمي. ولكن انا الحقيقه فوجئت امبارح ان كذا موقع وكذا حد من الاصدقاء على تويتر وكذا حد من الاصدقاء على السوشيال ميديا بيقولوا ان اسلام الشاطر قال ان النادي الاهلي طلب ان مباراه بيراميدز تؤجل، اسلام الشاطر قال ان النادي الاهلي طلب ان مباراه بيراميدز تؤجل خالص. لو ده حصل هتلاقوه في بيان رسمي وهنقوله وهنقف في ظهر نادينا وكل حاجه، ولكن انا كل اللي قلته ان انا رايي كبرنامج ان احنا ناجل مباراه بيراميدز ومباراه الزمالك اللي هيلعبها مع الفريق اللي هيلعب معاه اللي هي قبل البطوله الافريقيه، ومباراه البيراميدز اللي هيلعبها اللي هي كانت هتبقى مع النادي الاهلي، ومباراه المصري اللي هيلعبها، كل ده كان يتاجل. كانت وجهه نظري ان هذا الاسبوع يكون اسبوع للمباريات او للمباريات الافريقيه فقط، لانها كلها مباريات صعبه وتمس الفرق المصريه. هو ده اللي انا قلته على فكره، ما حدش قال ان انا قلت بشكل رسمي خالص، انا قلت انا كبرنامج بتخيل او بتصور ان الموضوع بيمشي بهذا الشكل، واتمنى ان يكون في منطق. لو حضراتكم تتذكروا يعني الكلام اللي انا قلته امبارح، المنطق والعقل بيقول ان انا زي ما حصل مع انديه اخرى، مع نادي الزمالك تحديدا في قبل مباراه الرجاء، وده طبيعي ان هو يحصل على فكره، او هو ده الصح اللي يحصل، زي ما حصل مع نادي الزمالك يحصل مع النادي الاهلي خلال مباراته قبل مباراته امام سان داونز، لانه انت رايح تلعب مباراة مهمة جدا بتمثل مصر. كل ده اللي انا قلته امبارح. فالحقيقة طبعا انا سعيد ان مجرد ان واحد لما بيقول حاجة، ولكن من فضل حضراتكم لما تيجوا نكتب حاجة او لما نيجي نقول حاجة نقولها زي ما اتعملت او زي ما اتقالت، لانه في النهاية احنا هنا قناة النادي الاهلي مش قناة اخرى، احنا قناة النادي الاهلي. فكل اللي حاجة بتتكتب او كل حاجة بتتقال على لساننا بتبقى مفهومة بشكل او باخر. ولكن أنا مثلا على عكس الناس، أنا سعيد جدا بالكلام اللي قاله النائب أحمد دياب مثلا، لأنه النائب أحمد دياب امبارح رئيس رابطة الأندية المحترفة وهو بيتكلم، قريت له بعض التصريحات، عرفت بعد كده إن هو كان في لقاء في تلفزيوني مع إبراهيم فايق، مع أستاذ إبراهيم فايق. فاللي حصل إن أنا عجبني جدا الكلام اللي قاله، الراجل اتكلم كلام منطقي جدا وكلام محترم جدا عن النادي الاهلي. قال لك النادي الاهلي لم يطلب ان هو يؤجل مباراته امام بيراميدز. النادي الاهلي هو اكثر الانديه تضررا من الاربع انديه بسبب كذا وكذا وكذا، واعلن الاسباب وقال الاسباب، ولكن النادي الاهلي كان في مكالمه بيني وبين الكابتن خطيب. ده كلام الاستاذ احمد دياب نفسه، مش كلام عن، لا ده كلام عن الاستاذ احمد دياب نفسه، او الاستاذ احمد دياب هو اللي قاله بنفسه. فبالتالي خلاص المنطق، انا وجهه نظري كانت إن يا جماعة النادي الأهلي بيلعب باسم مصر ومسافر 8-9 ساعات، ما نقف مع النادي الأهلي؟ يعني ما نقف مع النادي الأهلي ليه لأ؟ فجاني الرد على طول الحقيقة من النائب أحمد دياب اللي أنا بشكره الحقيقة، لأنه كلام محترم جدا، وهو ده المطلوب خلال الفترة القادمة، إن أنا أقول اللي عندي ويطلع حد يرد عندي بقى أو عند غيري، ما عنديش مشكلة، كلنا زمايل، ما عنديش مشكلة خالص ان هو يطلع عندي. النائب احمد دياب يوم لما طلع في قناه النادي الاهلي من خلال البيت الكبير واتكلم بمنتهى الاريحيه واتكلم في كل التفاصيل وفي كل الملفات، لو حضراتكم تتذكروا الحلقه دي يعني، وناس كتيره اهلاويه شكرتني على هذه الحلقه. وبالتالي انا ما ببقاش متضايق قوي من الكلام اللي بيتقال عني او ان حد بيقول كذا كذا، لا خالص. انا اللي بيضايقني ان انا يتقال عني كلام انا ما قلتوش وما حصلش. لكن انا لما اقول بالمنطق ان انا العب مباراه بكره امام بيراميدز، الاول مين؟ بيراميدز، والتاني مين؟ النادي الاهلي. صحيح بمباراه او مباراتين اقل، ولكن في النهايه الاول هيلاعب التاني، مباراه قمه العبها النهارده او بكره ان شاء الله، وبعد المباراه اخد طياره. تخيل لو النادي الاهلي لا يملك او ما عندوش المقدره ان هو يطلع لاعبته بطياره خاصه، كان ايه اللي حصل؟
كان استنى شاف الطيران بقى مواعيد الطيران والطياره اللي مسافره، هو عايز طبعا بكره يسافر بعد المباراه مباشره، فهيستنى بقى يشوف الطياره اللي طالعه وهتطلع وتنزل ترانزيت فين، ويقف في الترانزيت ساعتين ثلاثه اربعه، وبعدين يطلع تاني يروح جنوب افريقيا. فالسفريه بدل ما هتاخد 7-8 ساعات هتاخد 10-15 ساعه، وبالتالي المجهود هيبقى اكبر وكلام كتير جدا. ولكن النادي الاهلي حفاظا على لاعبيه وحفاظا على كل ما يخص كرة القدم والرياضة في مصر الحقيقة وفي النادي وداخل، خلينا نتكلم النادي الأهلي عشان برضو محدش يقول كلامي، الكلام النادي الأهلي حفاظا على كل هذه الأمور، طائرة خاصة وهيسفر لعيبته بيها وهيرجعهم بعد المباراة مباشرة. لكن تخيل لو النادي الأهلي لا يملك الفلوس اللي تخليه يعمل كده، كان إيه اللي حصل؟ زي ما قلت لحضراتكم، ناس كانت هتسافر، واللفة اللي أنا قلتها لحضراتكم من شوية. فبالتالي هو ده، واللعيبه هتتاثر واللعيبه هيكون في اجهاد على